تفاصيل زيارة والي التميم إلى منزل رئيس وزراء قطر السابق عبد الله بن ناصر. بعد موجة تساؤلات حول استقالة رئيس الوزراء القطري السابق عبد الله بن ناصر الثاني، حالة من الجدل شهدتها الدوحة بعد قيام حمد بن خليفة والد أمير قطر تميم بن حمد بزيارة عبد الله بن ناصر في منزله، الأمر الذي دفع الكثيرون لتساؤل حول مغزى تلك الزيارة. وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نشر جوعان بن حمد الثاني شقيق تميم صورة أظهرت أمير قطر السابق مع رئيس الوزراء المستقيل، وقال بن حمد في تغريدته: سيدي صاحب السمو الأمير الوالد يزور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني في منزله العامر، الأوطان تشكر رجالها وتقدر إنجازاتهم. من جانبه نشر بن ناصر تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: تشرفت صباح اليوم بزيارة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني باني دولة قطر الحديثة، حيث كانت كلماته بمثابة وسام على صدري. هذا أمر ليس بغريب، فالأمير الوالد هو من تعلمنا منه أبجديات العطاء لهذا الوطن الغالي. وأثارت تلك الزيارة موجة من التساؤلات، خاصة في الوقت الذي كشفت تقارير عدة عن أن سبب الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء القطري. فكشف موقع ميدل إيست أونلاين عن أن عبد الله بن ناصر كان من بين المؤيدين المصالحة مع دول الرباعي العربية. وأوضحت مصادر أن تلك الزيارة تحمل الكثير بين طيتها، فإن حمد بن خليفة زار منزل عبد الله بن ناصر في محاولة منه لرأب الصدع بينه وبين تميم، بل وعرض عليه خلال الزيارة تولي منصب شرفي في الديوان الأميري، إلا أن رئيس الوزراء الأسبق رفض ذلك العرض. وقد مثل قطر في القمة الخليجية التي صادفتها الرياض مؤخرا، وآنذاك صدرت إشارات متضاربة من قطر حول إمكانية حدوث مصالحة، لكن القمة انتهت دون نتيجة. فيما ذكرت صحيفة صدى السعودية أن هناك خلافات داخل الأسرة الحاكمة في قطر، حيث أوضحت مصادر مقربة منها أن سبب إجبار رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني على الاستقالة رفضه للوجود التركي في قطر. وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر قال في مجلس خاص بعزاء والدته: أخاف نندم على جية الأتراك ولا يطلعون بعدين، وهي الجملة التي كانت سببا في إقالته من منصبه. وبحسب المصادر ظلت العلاقة جيدة بين عبد الله بن ناصر وبين تميم إلى أن زار الأخير المملكة العربية السعودية في شهر مايو من العام 2019 لحضور قمم مكة الثلاث. ورغم أن الجميع توقع فطورا في اللقاء بين خادم الحرمين الشريفين وبين عبد الله بن ناصر، إلا أن اللقاء فاق جميع التوقعات، الأمر الذي أوغر صدر تميم بن حمد.